مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان. نحن الآن في جولة ثابتة أو الفقرة الثابتة هي جولة نائب. نحن الآن في جولة مع النائب عبد السلام الشيخ ابن دائرة قنا، ونحن تحديدا في قرية العسيلية مسقط رأس النائب عبد السلام الشيخ. هناك عدد من أبناء القرية سوف ننتقل إليهم الآن لعرض أهم المشكلات وسبل حلها من خلال النائب. برحب بحضرتك وتعرف بحضرتك فندم. مرعي محمد مصطفى، كاتب الشرف للسلة الصحية. حاج مرعي، بصراحة حضرتك أهم المشكلات اللي بتواجهوها هنا في القرية إيه فندم؟ أهم المشكلات اللي عندنا طبعاً على أساس إن الوحدة دي من يوم ما اتنشأت في 94. الوحدة الصحية؟ الوحدة الصحية، نشأت في 94 دي، تمام؟ فتحت في 1/6/98، تمام؟ كإداريات يعني. بس فحضرتك طبعاً إحنا هنا الدكتور طبعاً ما أجي معاه فترة هنا، فما تخلص المدة بتاعته ما يطلع النيابة، ما تخلص المستشفى العام بوجه. بس فما كان نقعد طبعا هذه الفتره الدكتور امتداد طبعا من الغربيه او من الاختصاص، ما جينا عندنا دكتورين، واحد ما ياخذ الاحد والثلاث، واحد ما ياخذ الاثنين السبت والاثنين من كل اسبوع. بس فهذه يعني هي المشكله. فالمبنى طبعا زي ما شايف حضرتك انت، المبنى طبعا ده طبعا مبنى كله يعني عايز تجديد، ما فيش تجديد، تاخذ تجديد مواد بلوكتي، منتظرين يقولون في ازاله جايه مواد بلوكتي ما جاتناش. فهذه يعني المشكله. يعني الوحده دلوقتي فاضيه ما فيهاش لاي اجهزه ولا فيها اطباء ولا فيها اجهزه، وفيها الاطباء مجانين منتدبين يعني. بيمشوا امتى يعني؟ بيجوا امتى يمشوا؟ من دريات يعني مجانين يعني من الساعه 8 لغايه الساعه 2 يعني. زي الموظفين. زي الموظفين طبعا. يعني لو حد تعب بالليل ما تلاقوش دكاتره ولا اي حاجه. التمريض طبعا هم الحالين دول موجودين بعد. طب يعني بيجوا كم يوم؟ وهل انتوا لما حد بيعي عندكم بتنقلوه ازاي في المستشفيات ولا بتروح؟ يروح على المستشفى العام، مستشفى غنى العام. بتبعد قد ايه عنكم؟ 10 كيلو. 10 كيلو. يعني لو كان تعبان ولا حاله مزمنه ممكن يفتكروا ربنا. بس فاساس يعني هو بعد 10 كيلو المستشفى يعني، نروح المستشفى العام، ما نحاول المستشفى العام، يروح المستشفى العام. تمام. يعني انت حضرتك بتطالب بايه دلوقتي طيب؟ ما طالبين دكتور. دكاتره. تمام. دكاتره. تمام. الحاجه الثانيه عاوزين الوحده دي يعني يشوفوا لنا ليها المبنى، الوحده دي يعني تم تطويره يعني. تطويره وتجديد ليها. بس حضرتك عاوزين حضرتك. تمام. نشكرك شكرا جزيلا. بتعرف بحضرتك فندم؟ حماده عابد محمد. استاذ حماده، ممكن اعرف من حضرتك فندم اهم المشكلات اللي بتواجه هنا في القريه وبتمنى من النائب ان يعمل على حلها؟ والله مشكله الضغط العالي اللي هو فوق البيوت مباشره، يعني مشكله خطيره جدا 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 بنعاني منها. زياده في عدد التجدس السكاني اللي في القريه، لان كل الاعداد دلوقتي في تزايد يعني في كل القرى، واحنا معروف صعيد مصر بالتعداد السكاني العالي، وقريتنا من اكبر قرى الاشراف عامه او من ضمن القرى الكبيره في محافظه قنا، وبنعاني من المشكله دي اللي هي الضغط العالي. الضغط العالي فوق المساكن، لا عارفين نبني ولا عارفين نطلع بالدور الثاني، وشبابنا كله بيطلع خارجيا ومش لاقين مساكن. يعني المشكله في ان احنا بنطلع بره ما لاقينش سكن. يعني دلوك المشكله دي نطالب سعاده النائب ان يتحرك تحرك سريع ويشوفها لنا. الضغط العالي يعني مشكله الضغط عامله لكم مشكله، هل بتسبب لكم مشاكل، بتسبب لكم امراض، هل بتسبب لكم اي مشاكل صحيه؟ طبعا دي لو نظرت اني الاكثر المشكلات الكهرباء والضغط العالي. الضغط العالي اولا اطفال نحن بتطلع بتلعب، وممكن بتلعب احنا عندنا الالعاب بدائيه، لا لسه لا تحال يعني عندنا بيلعبوا بالعصايه، عصي طويله، ممكن صياخ طويله، يعني عندنا المشكله دي متواجده. احنا اطفالنا اطفال صعيد، اطفال الصعيد، ودي رحمه، مفروض رحمه باطفالنا انهم يراعوا، لان في احنا الضغط العالي وصل البيوت، يعني ازاي هنتحرك احنا وهنطلع من الموضوع ده. تمام. نشكرك استاذ حماده، شكرا جزيلا. سياده النائب، هستسمحك ناخد بقيه المشكلات وحضرتك بتعلق عليها. بتعرف بحضرتك فندم؟ ابراهيم محمد الراوي، وكيل مدرسه الاشراف الاسريه الاعداديه. استاذ ابراهيم، اهم مشكله فندم بتواجهها هنا في القريه؟ يعني من مشكلتين، اولا مشكله المستشفى انهيار كامل وما حد سائل فينا. ثانيا المدرسه من 1999 حتى الان يعني شوف، ولا جايبين لها صيانه ولا جايبين لها اي حاجه، وما تيجي في وقت الصيف كل ما تعبى ميه من تحت وما حدش ما يسال عننا. وسياده النائب شاف بعينه الكلام ده وورت له وخدته على ايده وقلت له هذه المدرسه تعمل من الانهيار فيها كلها الى السقوط. المشكله الثالثه اللي معاي اللي هو الصرف الصحي، يعني 66% من الشباب كله ما يشرب ميه لا تليق بان المواطن المصري يشربها اطلاقا، بعدم ما فيش صرف صحي عندنا، وعندنا الفيروسات كثرت والامراض كثرت والغسيل الكلوي كتر، كله بسبب الصرف الصحي. يعني الميه الحلوه مختلطه بالميه الصرف؟ يعني تلقى احيانا، لان احنا في القرى كل بيت داقق ماسوره عمق بتاع 16 متر لتحت،
عشان تودي الوساخة بتاعتها لو واخذة في لفظي، عشان احنا ما نشرب من هذا المية النيل دي، للضغط بتاعها ما يوصل للمية وما احنا ما نشربها، عشان كده بتجينا فشل كلوي وفيروسات وزي ما تشعب وسرطانات وكل ما يعني. والبركة في سيادة النائب وربنا يوفق ان شاء الله كده ويصلح ان شاء الله. اشكرك استاذنا، شكرا جزيلا. سياده النائب، يعني كما عرضنا الان العديد من المشكلات خاصه بقريه العسليه، ماذا يمكن ان تقدمه حضرتك فندم لابناء القريه والحلول لحل هذه المشكله؟ الاول اتقدم بكل الشكر والتقدير لقناه عين البرلمان والساده العاملين والقائمين عليها، ولكن يعني يسعدني ان نكون متواجدين على ارض الواقع بوجود الوحدة الصحية الريفية اللي هي تمثل خدمة مميزة للمواطن المصري حتى يستطيع أن يعالج نفسه وأبنائه وأسرته من خلال هذه الوحدة. ولكن مع الأسف هذه الوحدة المبنى منهار، وأنا طالبت السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بعمل الإحلال اللازم مع سرعة إنساء العملية على أحد المقاولين سواء من طريق القوات المسلحة أو القطاع الخاص، ولكن حتى الآن لم تتم خطوات إيجابية في هذه الأحلال. ثم علشان نستطيع أن يكون عندنا بديل، فأنا طرحت على السيد وكيل وزارة الصحة أن نأخذ حجرتين من مركز الشباب وهو مجاور للوحدة الصحية ويستخدموا مع الأطباء أو مع الطبيب الذي يتواجد في هذه القرية، وكذلك مع الجهاز المعاون لي، حتى نستطيع أن نحقق أو نقدم الخدمة للمواطن. ولكن الكلام ده تم يمكن من خلال أكثر من شهر، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه. وذلك يعني أنا بأناشد السيد اللواء الوزير المحافظ أن يعني ينظر نظرة موضوعية للنواحي الصحية، لأن هي أساس وعمق لخدمة المواطن، وخصوصا في قرى جنة، لأنه زي ما ذكروا الأخوة من قبل أن هناك في أمراض متوطنة وفي وباء نتيجة المياه الملوثة سواء عن طريق مياه الصرف الصحي أو المياه من خلال الشبكة المتدنية التي مر عليها أكثر من 50 عام ولم تستبدل ولم تغير، ودي برضو بيكون لها أثر سلبي لانتشار الأمراض والوباء داخل المنازل. ثم المياه التي تستخدم في ري المحاصيل الزراعية سواء في الخضروات أو في المحاصيل الاستراتيجية، فبقى ذلك هناك تلوث في هذه المياه مما يؤثر على صحة جميع المواطنين، لأننا كلنا بنأكل ونتغذى على هذا المنتج. فأنا أطالب بكل قوة أن يكون هناك موقف من المسؤولين للإنهاء من قضية الصرف الصحي، وأشكركم جميعا وأشكر قناة عين البرلمان، وإن شاء الله نتواصل مع بعض في خدمة المواطنين. سيادة النائب شكرا جزيلا لحضرتك فندم، لكن برضو كان في مشكلة الضغط العالي، هل يعني حضرتك ممكن تتواصلوا مع شركة الكهرباء الكابلات دي ممكن تبقى كابلات أرضية أو يتم حل هذه المشكلة فندم؟ أنا فعلا تقدمت للسيد اللواء الوزير المحافظ بطلبات عدة من أجل أن نستبدل السلك الهوائي بالضغط العالي إلى كابلات، ولكن لم تتم الاستجابة لأنه الكهرباء بتحتاج ميزانية، والميزانية لازم تكون من المحافظة، لأن الكهرباء بتنفس يعني بالبلدي كده تاجر وبيبيع، فعاوز الميزانية اللي تروح له مقابل الإحلال ده اللي هو يسمى ثمن الكابلات اللي هي مغطاة، واللي هي أن تكون حصن وحرص على سلامة المواطنين وخصوصا تلاميذ وطلبة المدارس اللي بيمر عليهم الضغط العالي. أشكرك سيادة النائب شكرا جزيلا لحضرتك فندم على هذه الحلول اللي حضرتك سوف تعمل على حلها لأبناء هذه القرية، ودي كانت جولتنا من قرية العسيلية من محافظة قنا. أشكركم وأعود إليكم مرة أخرى لاستوديو عين على البرلمان.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، بنواصل معكم متابعة آخر التطورات وكل القضايا المتعلقة بالشأن البرلماني. كل ما يهم المواطن تحت القبة وما يدور خارجها أيضا من مشاكل هموم المواطن. خلونا نبدأ فقرتنا التحليلية اللي هنتكلم فيها عن قانون الخدمة المدنية اللي من المقرر يناقشه البرلمان ويقره في أقرب فرصة بعد ما تكون الحكومة أدخلت عليه التعديلات اللازمة بعد رفضه قبل كده من قبل نواب البرلمان. كمان هنستقبل تليفوناتكم رسائلكم، بنرحب بكافة أشكال التواصل معكم عبر الأرقام اللي ظاهرة معكم على الشاشة، ويسعدنا طبعا تلقي مقترحاتكم وأراءكم على قانون الخدمة المدنية، لأن احنا عارفين القانون ده بيهم شريحة كبيرة جدا من الناس، مش الموظفين أو العاملين فقط في الجهاز الإداري للدولة، ولكن بيهم كل الناس. في ناس بتتكلم بشكل سلبي جدا عن القانون وبترفضه من الأساس، وفي ناس شايفة أنه قانون إصلاحي وليه جوانب إيجابية كتير جدا، وما بين دول ودول في ناس تانية شايفة ان القانون ليه ايجابيات وسلبيات. احنا هنناقش النهاردة مع بعض مقترحات الاحزاب بخصوص القانون ايضا، ومنها حزب الوفد اللي كان متفرد وسباق بتقديم مبادرة لإيجاد حلول بديلة للقانون المرفوض، واللي عند نواب وبدائل تانية قدموها تحت القبة، وهنناقشها معهم من خلال حضور نائب أحمد سجيني عضو المجلس ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد معنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك. وكمان مشرفنا النائب دكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد لمعرفة رؤية الحزب في القانون. أهلا بكم. أهلا وسهلا. المهندس أحمد سجيني، هبدأ مع حضرتك، ليه اقترحت الموافقة على قانون الخدمة المدنية وبعدين يتم تعديله؟ يعني للأسباب اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. هو احنا في البداية خالص، طب كويس سيادتك متابعة، يعني احنا لما أثير اللغط على القانون ده أطلقنا أنا أطلقت مبادرة شخصية كانت يعني خارج إطار المؤسسي، يعني مبادرة سياسية أن يجتمع الكتل البرلمانية المختلفة ده تحت القبة لإبرام اتفاق سياسي ملزم بموجبه أنه في حال تمرير القانون، في حال تمرير القانون يتم تشكيل لجنة خاصة لاستقبال كافة المقترحات الخاصة بالمواد المراد تعديلها مثار الجدل، وتحديد إطار زمني لعمل هذه اللجنة. بي نبقى حققنا مطالبات الحكومة في وجوبية الإصلاح الإداري، وبي إن احنا نشعر المواطن لما نحط له هذا الإطار الزمني بجدية البرلمان والحكومة في تحقيق المطالب. حقيقة المبادرة دي لم تلقى قبولا عندنا احنا حتى في الهيئة البرلمانية. طب ليه حضرتك يعني شايف انها لم تلقى قبول؟ يعني كانوا عايزين كان في أسباب، أولا جماهيرية طاغية جدا، ثانيا أنا بقول إن القانون سيء الحظ وسيء السمعة، يعني فمجموعة عوامل، أيضا التناول السياسي من قبل الحكومة للتعامل مع هذا القانون وقتها والتواصل مع البرلمان كان في مشاكل كثيرة جدا. فهي ما كانش في برلمان في وقتها. لا أنا بتكلم يعني على الـ 72 ساعة اللي هم قبل التصويت. لأن أنت عارفة هو في النهاية هو قانون، ولكن احنا بنشتغل خلاص في اطار سياسي، يعني في حكومه وفي برلمان وفي احزاب وفي مستقلين. عشان كده احنا كنا دايما نقول يا جماعه الاحزاب مهم دورها، لان الاحزاب معنيه بالعمل السياسي اكثر من اي طرف طبعًا. اخر. طيب نيجي للاحزاب، حزب الوفد ليه او ليه الاسباب، يعني ايه الاسباب اللي دفعت حزب الوفد لرفض القانون؟ والله حضرتك يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش مجرد ان احنا بنتكلم على سلبيات القانون بس، وبنتكلم على الشارع، في حضرتك عوامل كتيرة جدا. لما أنا قعدت قريت الموضوع مع المختصين لقيت فيها مشاكل. أولا عدم دستورية القانون ما يعني حتى حضرتك على مستوى الأطباء والهيئات اللي هي المختصة بالتأمين الصحي والحاجات دي، تلاقي بيتطبق جزء منه على الإداريين كقانون خدمة مدنية، والأطباء تبص تلاقيهم لهم شغل تاني خالص. على مستوى اللي هي الخدمات العامة اللي هي اللي موجودة برضو تلاقي بيتطبق جزء منه على الإداريين، والحاجات الفنية ما بيتطبقش عليهم. عايزه اقول لحضرتك حاجه، دي برضو حاجه موجوده في كل الوزارات، يعني احنا عندنا في وزاره الاعلام البرمجيين كان ليهم نظام والاداريين ليهم نظام، لانه كل مهنه بتتطلب ليها متطلباتها، ليها مصاريفها، ليها بنود. ما احنا بنتكلم حضرتك على الاصلاح، مش احنا اتكلمنا على الاصلاح
وهنعمل الاصلاح الاداري. لا يبقى انا لما انا احط قانون يبقى لازم يحقق الاصلاح الدستوريه لابد برضو ويحقق المساومه بين جميع العاملين اللي موجودين في الدوله. لا بس في معايير للكفاءه وفي معايير للفروق. ده اكيد الفروق اللي هي بتتطلب مزيد من المصاريف. هو الدكتور محمد الدكتور ممكن يطلبه في اي وقت يجي، ممكن يبقى اونكول كده اي حد هيقول له تعالى بالليل تعالى الصبح، أنا قصدي ممكن يبقى شفتات ليليه. انا قصدي حضرتك الموظف بيمشي الساعه 2. انا قصدي حضرتك ايه، احنا بنعمل قانون عشان يحقق اصلاح اداري، ده الهدف بتاعنا. طب هل التعديلات اللي اعددتها او اللي اعددها حزب الوفد بتتضمن الابقاء على استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون؟ لا يعني هو الدكتور محمد يقصد بعد اذن حضرتك هو عدم مطابقه الماده في تاويل اللي هي المواطنين كلهم سواسيه. ماده واحد فعلا، مادة واحد لا يعني لما تيجي تقارنيها حضرتك بالمواد 9 و14 و53 من الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز إلى آخره فيها إشكالية، ولكن هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن هي اتنقلت من قانون 47. يعني الحكومة لم تحدث تغيير في هذه المادة. ما هو طالما بيعمل إصلاح إداري بقى يعمل إصلاح ويشتغل صح يعني، فاهمين إزاي؟ هو بس كان أنا وجهة نظري من الإصلاح الاداري علشان نعمل اصلاح ونمنع الفساد في الجهاز الاداري مش بالقانون. امال بايه؟ اقول لحضرتك اول حاجه ان عندك هيئات كتيره جدا مستقله موجوده في الدوله. ايه المانع ان احنا ندمج بعض الهيئات مع بعضها؟ في عند حضرتك هيئات كتيره جدا متشابهه، يعني نقول مثلا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تبع مجلس الوزراء. تمام؟ عند حضرتك اللي هو الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. شوفي حضرتك المانديت والمهام بتاع الاثنين دول هتلاقي متقاربين جدا. ايه المانع ان هو يدمج في مهمه واحده؟ الاثنين بيطلعوا تقارير بس كل واحد بيطلع تقارير بشكل معين. وطبعا دي حاجه بتحتاج متخصصين. عمليه الدمج دي حضرتك هتعمل ايه؟ لو عندك لو في مثلا اخلال او شورتج في موظفين موجودين في هنا ممكن انت تكمليهم في الجهه الثانيه. دي اول حاجه. وده طبعا هتتكلمي على مستوى الهيئات دي كلها ونبدا هنقدم مقترح لتعديل القانون دوت. وفي مقترح تاني للاصلاح او اعاده الهيكله بتاعه الجهاز الاداري للدوله. ده دي حاجه ودي حاجه. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن ضغط يعني هيئات في بعض زي حضرتك اتكلمت، كل ده احنا بنتكلم عن ضغط للمصروفات، ضغط للمساحات اللي موجود فيها الموظفين، وطبعا للميزانيات. طيب لما يكون في بند في القانون بيقول انه نوقف التعيينات في الجهاز الاداري لمده غير محدوده. تمام. ليه اترفض مثلا الاقتراح ده؟ واذا كان ده حل لمعالجه المشكله. طب ما تيجي نحصر بسرعه كده سريعا يعني، ايه النقاط اللي سؤالك الاولاني، ايه النقاط اللي هي طب ممكن تجاوبني على ده وبعدين نحصر؟ طيب هو انت حضرتك ما نقدرش ناخد ماده خارج سياق القانون بالكامل. لا ما احنا يعني قلنا ان احنا هنعدل في كام ماده بس. مش بنعدل في القانون اجمالا. خلينا نتفق اتفاق. القانون في حد ذاته، قانون 18 في حد ذاته هو قانون جيد، اللي هو القانون الجديد، ما قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه. هو قانون جيد في مجمله، ولكن فيه عدد من المواد كانت مثار جدل، اللي هم 5-6. لا ممكن احنا وصلنا دلوقتي ل 17 مادة وعدلنا يعني 14. يعني برضو انتوا كحزب الوفد. لا مش احنا برضو كحزب الوفد. هي انا ليا رؤية ودكتور محمد له رؤيه، احنا في لجنه دلوقتي مشكله. فدكتور محمد عامل دراسه وبتزيد. وانا هقول لحضرتك اليه كمان العمل خارج اطار حزب الوفد. يعني احنا لما عملنا اجتماعنا التنسيق اول امبارح انضم لنا ناس من النواب، نائبه مارجريت عازر، نائب دكتور محمد بدراوي واخرين. الفكره في ايه؟ ان البرلمان رفض هذا القانون في يوم ما، هد القانون. ما ينفعش هذا البرلمان يعني يرفض ويهدم قانون ويترك فراغا. لا ما احنا عارفين ان اللجنه بتهد تاني يوم على طول. تاني يوم على طول الوفد كان سباق في هذا، لكن احقاقا الحق كانوا اخرين ايضا تقدموا بمقترحات. اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ايه؟ احنا بنستمع الى المقترحات. دكتور محمد وصل لحوالي 17 ماده. في ناس في ال 17 دول رؤيتها انها لا 12 فقط وهكذا. وحضرتك؟ انا لا انا 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 واصل معايا لغايه 9 مواد. هي اللي انا عايز اصور قانون فيه جزئين، جزء فيه مواد تم اثارتها في عدم فيها عوار دستوري وفيها شبهه عدم دستوريه، والجزء الاخر خاص بالمقترحات والافكار الجديده والتعديل والاصلاح الاداري الى اخره. وحقيقة في هذا الجزء أو ذاك محتاجة المسألة لبعض التفسير. على سبيل المثال ناس اتكلمت في الحد الأدنى ذكر لساعات العمل
ولم يذكر القانون الحد الأقصى. الحقيقة لما رجعنا للائحة التنفيذية، ما عشان كده بقول لك هو قانون سيء الحظ، إن اللائحة التنفيذية بتاعته قانون صدر في مارس، اللائحة طلعت في 11 من مجلس ده، فما فيش كان الوقت لأن المستفيد من القانون يستفيد. لقينا في اللائحة التنفيذية إن هم حددوا الحد الأقصى لعدد ساعات العمل 42 ساعة، ذكرت في اللائحة التنفيذية. ففي بعض الأمور محتاجة إنها تتوضح. في أيضا تأويل كثير جدا لعدد من المواد كان واجب على الحكومة إنها توضحه أكتر، زي المادة بتاعت الوكيل الدائم دكتور محمد هيكلمك عنها وتحدثنا فيها كثيرا. استحدثوا وظيفة اسمها وكيل دائم، الوكيل الدائم. ففي بعض البعض يراها أنها إضافة للقانون، والبعض الآخر يراها أنها انتقاصا من المنظومة الإدارية والتحديث المطلوب إلى آخره. فاللي أنا عايز أقول لحضرتك أن الآن يتم بناء قانون. مين اللي بيقوم ببنائه؟ الكتل البرلمانية داخل البرلمان، من وعي البرلمان بمسؤوليته، وأيضا الحكومة. طيب إحنا النهاردة ما عندناش قانون، النهاردة وإحنا قاعدين عندنا قانون 18 لأنه لم ينشر بعد، ولكن مع أول جلسة للبرلمان هيتم عرض المضبطة ما تم ويتم تصديق عليها ويتم نشر هذا القانون. أصبح عندنا لدينا، إحنا عندنا الجلسة الأولانية 7 فبراير، يعني تقريبا عندنا 20 يوم عشان الأجور مرة تانية، ودي خطورة المسألة في الوقت. مرة تانية في مارس نطلع أجور مارس على إيه؟ ما النهاردة عندنا قانون 18 اشتغلنا عليه، لكن بعد ما يتم رفضه رسميا من قبل النشر والإرسال إلى رئيس الجمهورية مسببا، سنصبح بلا قانون. عشان كده لابد أن يصدر قانون جديد للخدمة المدنية، يا إما هنعمل مرحلة انتقالية للموافقة على قانون 47، لأن هنا فيها برضو تأويل أن الساقط لا يعود إلى آخره. فدي الإشكالية. عشان كده الوقت مهم بالنسبة لنا. إحنا بنعيد بناء القانون على أسس نمرة 1 دستورية، نمرة 2، وده اللي إحنا لازم نأكد عليه، وجوبية أن يكون لمصر قانونا جديدا لإعادة البناء الوظيفي وإعادة الهيكلة للوحدات الإدارية. منظومة الإدارية كلنا بنعاني منها، حضرتك بتعاني منها وأنا وسيادتك، وفي نفس الوقت نحقق للمواطن سواء كان على حق أو مش عايز أقول على باطل، أو كان على باطل من وجهة نظر الإصلاح. بمعنى إيه؟ المواطن اكتسب مراكز قانونية معينة، على سبيل المثال مادة التسوية، واحد دخل دبلوم أخد اتطور نفسه أخد ليسانس، وأنا قبل ما أجي هوا لسه واحد الحالة دي بالذات أرجوكم أنا أخدت ليسانس أداب عايز أسوي أوكي. فقانون تبقى الدولة شغالة فيه، دولة فيها 7 ولا 6 أو 7 مليون موظف شغالة فيه من سنة 78، ونيجي احنا في 2016 نقر بقانون حديث، يجب أن يكون له نصوص انتقالية ومع العلم وفترات سماح. طيب ثواني معلش أيوة، مع العلم الجامعات المفتوحة اتفتحت بناء على موضوع العمال وبناء على موضوع دكتور محمد يعني هنواصل على كلام المهندس جيني برضه. الرئيس قال ان حجم العماله في الجهاز الاداري للدوله وصل ل 7 مليون والدوله محتاجه مليون واحد بس. تمام، هل انتوا شايفين ان القانون ده ما بيحلش المشكله ببند زي انه ما فيش تعيينات في الجهاز الاداري لمده غير محدوده، ولا شايفين ان هو ما حلش المشكله؟ واذا هو ما حلهاش انتوا هتحلوها ازاي؟ بقانون بديل او ببنود بديلة في القانون بتاعكم؟ بص حضرتك، أنا زي ما قلت لحضرتك موضوع إن أنا يعني إن أنا أخف العمالة من 6 مليون لمليون مش هيتعمل بالقانون صدقيني. لا يعني معلش بص أقول لحضرتك هيتعمل بالإصلاح الإداري اللي موجود في الدولة، إن أنا أدمج عندي مثلا وزارة الزراعة فيها 20,000 موظف. حضرتك لما تدمج مش هتقلل العدد، على الاقل استفيد من اللي موجود حاليا، يعني واللي يطلع معاش ما يخشش مكانه. لا ما هو دي على اساس ان انا اوقف تعيينات لمده 5 سنين. طب ده اللي احنا بنقوله ان القانون فيه هذا البند، البند ده. لا ده احنا ضايفينه. لا هو موجود وقف التعيينات لمده غير محدوده، ممكن تكون انتوا ضفتوها لمده مثلا 5 سنين. لكن البند موجود في القانون. ممكن العدد ده يقل ازاي من وجهه نظركم؟ ما انا قلت لحضرتك العدد دوت، يعني سواء انا حضرتك القانون عامل جزاءات وعامل ان هو يدي للموظف مرتبتين ضعيف يفصله. تمام كده، هم من وجهه نظرهم هنا في القانون ان هو كده بيخف العمالة. لا في حاجات تانية، تشجيع العاملين على الخروج على المعاش مثلا بمكافآت. تمام، بس اقول لحضرتك على حاجه دي. طاقه بشريه لما تخرجوا عند سن 50 سنة، ما هو بيستهلك منتجات غذائيه وموجود وبيتعامل في المجتمع. تمام،
طب ما ده ما نستغله ونشغله، يعني انت خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني دوت ما نستغله ونشغله. هو الكلام سهل. ما لا بقى لا احنا بنتكلم. طب ممكن تقول لنا على حلولكم انتوا؟ اقول لحضرتك يعني قول لنا على الحلول اللي انتوا قدمتوها. تمام، يعني انا اقول لحضرتك مثلا اهم حاجه بتهم الموظف المرتب بتاعه. عندنا جينا في الماده رقم 36. تمام؟ الماده رقم 36 ديت اللي هي كانت بتتكلم على العلاوه. العلاوه جه قال لحضرتك المستوى الوظيفي اللي هو الممتاز اللي هو اعلى سلم وظيفي موجود اللي هو درجه وكيل اول وزاره. ده حضرتك حاطط له الاجر الشهري الوظيفي 2065. خدت بال حضرتك؟ قيمه الزياده للموظف هنا في 1/7 103، قيمه الزياده بعد خصم ال 10% 90 جنيه. يعني تخيل حضرتك واحد برتبه وكيل اول وزاره بيزيد في السنه 90 جنيه بس. خدت بال حضرتك؟ فديت احنا ايه المانع ان احنا نغيرها ونعدل بدل 5% نخليها 15%. ده مقترح بتاعك. ده مقترح ان احنا نخليها 15%. خلي بال حضرتك في القانون 47 كانت هي بالفعل 15 وكانت بتوصل ل 20. يعني كان بيوصل الزياده في معدل من 200 ل 300 جنيه. طيب تمام؟ احنا دي اول ده البند نقطة. رقم 36 دي المادة رقم 36 ده المادة رقم 36. طيب ممكن اقول لحضرتك النقط اللي هي شغله بال الناس، يعني هم يعني بيتكلموا مثلا عن الواسطه، ازاي خلال السنين اللي فاتت ان كانت اعلانات الوظائف في الجهاز الاداري للدوله بتكيف لصالح ناس معينه، يعني في واسطات هي اللي بتحكم التعيين في الجهاز الاداري للدوله، ازاي القانون عندكم تعامل مع هذه المشكله المزمنه؟ الحقيقه قانون 18 تعامل معها للامانه، يعني اصل قانون ايوه ما انا ما هو بس انا بس ننسى في قانون 18. لا حضرتك مش هنسفه، انا بجيب لحضرتك أيوة البنود أيوة بتاعت قانون 18. لا ده انا بقول للدكتور محمد لا انا جايبه البنود دي من قانون 18. فبقول لكم ايه التعديل اللي قدمتوه او ليه ما اعتبرناش ان ده بند كويس ممكن اتعامل معاه. انا يعني ما اتفضل سيد، يعني انا معتبره بند كويس. يعني في بنود طيبه بالظبط من ضمنها البنود دي لمنع عادة الوساطة. ممكن هيبقى هيحصل ايه؟ هقول لسيادتك حاجة، ممكن دكتور محمد او زميل اخر يتقدم بتعديل لصياغة، يعني لا احد يختلف على انهاء المحسوبية والفساد في اختيار ال ده زود المحسوبية على فكرة في تمويل وهيقولها لك دلوقتي. ازاي حضرتك لحقنا ما لحقتش تزيد المحسوبية؟ احنا كلامنا هو طبعا الاختيارات ان وضع كل حاجة. انا اقول لحضرتك على حاجة، ان هو عمل ايه بقى بعد اذن حضرتك يا باشمهندس؟ هو عمل ايه حضرتك؟ هو قال ان يتعمل لجنه واللجنه تختار، ولكن السلطه المختصه هي المخول لها في الاخر انها تشوف مين الاكفأ. يعني لا هو لا هو لا الاول يعني طرح مسابقه الكترونيه من لا يعني مش هو قلل العنصر البشري في اختيار الناس الكوادر وحط معايير معينه لهذه المسابقه. ما حطش معايير محدده. هو ده يعني الكلام ان احنا أيوة ما وضحش المعايير بالظبط. ما وضحش المعايير زي برضه في الوكيل الدائم. أيوة الوكيل الدائم فكره طيبه جدا ومستحسنه عشان يخلي الوزير دائما ومعمول بيها في الخارج ومعمول كمان. وعشان يخلي الوزير، انا هقول لسيادتك حاجه، انا التقيت بوزيره الداخليه السابقه الانجليزيه، ففوجئت انها في احدى المؤتمرات هنا، ففوجئت انها كانت وزير الداخليه ووزير التعليم ووزيرة صناعة، ماسكة ثلاث وزارات ما لهمش دعوة ببعض. ولا فأنت تفهمي إنها المسائل اللي عندهم الوزير هو وزير سياسي والجزء الفني للوكيل الدائم وما شابهه من قيادات الوزارة. لكن هنا في حتة الوكيل الدائم أنت محتاج إن أنت أولا توضح المعايير بتاعتك. بصي، من أكثر الأشياء التي جعلت هذا القانون يعني سيء الحظ ومرفوضا أنه أحال عدد مبالغ فيه من أحكامه إلى اللائحة التنفيذية. فجعل الكثيرون يتشككون فيه، لأن اللائحة التنفيذية بتصدر منين؟ من الوزير أو رئيس مجلس الوزراء. فخلى الجهاز التنفيذي أو السلطة التنفيذية تتعامل مع تفسير النص، وممكن أنها تغيره في أي وقت من الأوقات. ما حطتوش في صلب القانون نفسه الجزء بتاع يعني فوض السلطة المختصة انها تتخذ ومن تراها، يعني السلطة المختصة يعني عمل لها تفويض ان هي تشوف اللي هي عايزاه في الاخر، وده اللي احنا عايزين ان احنا ناخد، وده هيرجع السلطة المختصة يخلي لها يعني قوة اكتر. ما احنا يا دكتور محمد مش عايزين نعادي القانون كانه هو يعني قانون ظالم او اتحط في يعني كتب بليل كده، لا، المسألة ان احنا زي ما قال الرئيس في كلمته يوم احتفالات الشرطة، قال البلد مش هتتبني بالمجاملة ولا
بالمزايدة. تمام. انتوا قلتوا لي انا عايز ابني، عايز اصلح، عايزين تقدم، وانا عايز اصلح وكلنا نسعى في سبيل. طب ايه راي حضرتك في الماده 55 اللي بتقول لو الموظف خد جزا ما يتشالش من ابديه ما يتشالش خالص؟ ما هو ده لو واحد بيرتكب جنايه بيتشال من عليه. انتوا بين ايديكم خلاص القانون. ما احنا بنقول لحضرتك ان ده ما درسش كويس، ان احنا هننسفه، مش معناه ان هننسفه. طيب هقول لحضرتك على فكره، انا هقول لك حاجه في الجزء دي واقول لسيادتك عليها. اتفضل. الحكومه لما ردت وانا كنت ايدتها على الجزء ده بتقارنه بال، قالت ان ترقيه الموظف رغم حصوله على جزاءات تصل الى 10 ايام، في حين ان قانون نظام العاملين السابق كان يقصر الترقيه على من يحصل على جزاءات 5 ايام فقط. لكن لها 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 حل، يعني ابديه العقوبه ما حدش يعني يوافق عليها، لكن لكن انت فاهمني، لكن لها حلول ما اقدرش انسفها تماما، لان برضه لابد ان تتحط في المعيار الدقيق، لان بدون حساب لل موظف ما خلينا لا، وكلنا وكلنا شهود على لا كلنا شهود على تراجع يعني الجهاز الاداري. اكيد 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 ومحدش عاجبه الحال ده، لكن احنا بنتكلم عن مدير قانون جديد. انت تصل بعقوبه لفصل مثلا موظف يعني مترهل عندك ويعني مخالف وتقاريره ضعيفه وعد الى اخره، ومواقع التواصل اتملت في الفتره اللي يعني هقول لحضرتك، اقول لحضرتك على حاجه بشان يعني جه حضرتك في القانون 47 قال 6 شهور. هقول لحضرتك يعني حاجه دكتور محمد، اللي هو اللو دكتور محمد معلش عشان وقتنا محدود، احنا مش بنطلع عوار القانون في كل حاجه، مش بنقول عوار، احنا عايزين نتكلم، لا احنا عايزين نتكلم عن الاصلاحات اللي حضراتكم طيب اقترحتوها. تمام. يعني نتكلم بشكل ايجابي. طب اقول لحضرتك على حاجه، ايه راي حضرتك في اللي هم الوظائف الحرفيه والخدمات المعاونه والوظائف اللي هي الفنيه، دول هم كتيره جدا موجودين في الجهاز الاداري. لو احنا بنقول عايزين نخفهم ونخف عن عن اللي هو الباب اول او اللي هو البند الاجور، ايه المانع ان يتعمل شركه تمام زي كير سيرفيس او الشركات اللي هي المعروفه ديت، تبدا هي تورد العماله وتورد السواقين وتورد اللي هي الخدمات المعاونه؟ طب ما ده هيخف كتير قوي 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 من على الجهاز الاداري للدوله. خدت بحضرتك دي فكره. فكره تانية زي ما انا قلت لحضرتك اللي هو دمج بعض المؤسسات في بعضها، تمام، دي حته مهمه جدا، واعاده الهيكله الجهاز الاداري للدوله بالكامل، اللي هي المؤسسات المتشابهه انها تدمج في مؤسسه واحده. خدت بحضرتك دي برضو فكره من الافكار. طيب احنا جايين لنا دلوقتي اتصال من المواطنين، الحقيقه احنا جايين لنا تليفونات كتير بس نظرا لضيق الوقت فمش هناخدها كلها. معانا ماجده من الجيزه، اهلا يا ماجده. يا فندم مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك. يا فندم اهلا بيك، اتفضلي يا ماجده قولي مقترحاتك. الحقيقه انا من ضمن الجهات اللي بيطبق عليها القانون، انا عضو مجلس اداره نقابه العاملين بالضرائب يا فندم، واحدى الجهات اللي بيطبق عليها القانون. احب بس يعني اوضح ان احنا من الجهه بتاعتنا، الجهه اللي احنا بنعمل فيها بتحقق 77% من موازنه الدوله، ومع ذلك طبق عليها هذا القانون، وبدل ما كنا بناخد 10% فندم سنويا علاوه كل شهر 7 بقينا ناخد 5% على الاجر الوظيفي، يعني بدل ما كنا بنزيد حوالي 200-300 جنيه كل سنه بقينا نزيد حوالي 50 جنيه، هذا لا يواكب طبعا لا ارتفاع الاسعار ولا التضخم. فبالتالي ده انتقص من مرتبنا، يعني ما فيش قانون يا فندم عادل ينتقص من طبعا ماجده وصلت فكرتك طبعا، وهي يعني فكره كتير من الموظفين في اماكن كتير اللي طبق عليهم القانون، لكن هل الوفد هيسمع مقترحات من الهيئات اللي كانت معترضه على القانون زي الضرايب؟ احنا اوريدي الضرايب والجمارك استمعنا الى ملاحظات منهم واتبعتت لنا بيانات بيها، لكن خلينا نتفق اتفاق ان احنا في ثوابت في رؤيتنا. واحد، ان احنا مفيش حد هيقل، مفيش موظف الان سيتضرر من هذا القانون الجديد. يعني مدام ماجده ان شاء الله القانون الجديد هيحل النقطه دي. اتنين، ان عشان نصل الى تحقيق المعادله الصعبه فان احنا نوفي بمتطلبات الدوله المصريه من حيث الارقام ومن حيث المضمون في تحسين الاداء الاداري، وايضا نوفر للموظفين كل حقوقهم ونحافظ على مراكزهم الوظيفيه والقانونيه، لابد ان يكون هناك نصوص انتقاليه وفترات سماح. يعني على سبيل المثال بند التسويه ده لب الفلسفه اللي احنا بنطرحها. على سبيل المثال بند التسويه ده حق للناس، ما ينفعش واحد اجتهد واخد بال حضرتك واخد الماجستير او اخد المؤهل العالي بتاعه كان داخل على دبلوم او وانا اتركه لا، هنسوي له ولكن هنحطها في اطار زمني معين. تمام. كنص انتقالي. اتفضل. طيب هنستاذنكم معلش ناخد احمد من الشرقيه، اهلا بيك يا احمد اتفضل.
اهلا بحضرتك يا استاذ دينا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده الضيوف المحترمين. اهلا بيك. اولا انا بشكر حضرتك على فكره البرنامج الرائع اللي بتساعد جمهور قناه الحياه على توصيل ارائهم في حوار مجتمعي عن طريق الاعلام. الله يخليك، اتفضل. معلش انا احب بس اوضح لحضرتك بس كذا نقطه معينه، معلش استحمليني. اتفضل بس بشكل سريع. القانون. معلش، هو القانون القانون ده يعني الدكتور اشرف العربي بيدعو الى الاصلاح واحنا معاه طبعا، وقامت ثورتين بتطالب بالاصلاح ده، بس القانون اغفل حاجه اسمها العداله الاجتماعيه، في ان هو طبق القانون على وزارات بعينها وساب يعني حوالي 20 وزاره، يعني معنى كده ان الفقير اصبح فقير والغني ازداد ثراء. تمام؟ يعني معنى كده ان في 7 مليون موظف من الدوله بيطبق عليهم القانون، لا ده بالعكس ده بيطبق على مليون وساب الباقي، ده رقم واحد. رقم اثنين عندي ان القانون اقر بلائحه تنفيذيه داخليه ماليه، يعني معنى كده الناس اللي هي في الضرائب وفي الماليه اللي قلت مرتباتها بالعكس ده زودت مرتباتها من جهه من ناحيه ثانيه. رقم اثنين في ماده في القانون، الماده رقم 70 اللي هي بتقول يتعين كل او يعين كل من هو امضى ستة اشهر على بند 2 على 3 اجور موسميين بشرط ان يكون تعاقده قبل 1/5/2012، يعني معنى كده ان في 100,000 موظف من بعد الفتره دي موجودين بتعاقدات جت في فتره طبعا في حصلت ثوره وكان عهد الاخوان اللي احنا رفضناه اصلا دلوقتي بقى موجود، واقر الماده دي في القانون بتاعه، يعني معنى كده ان في 100,000 موظف مش هيبقوا موجودين اصلا في الدوله. طيب انا بشكرك جدا يا احمد، بشكرك جدا حضراتكم ليكوا تعليق. والله هو كلامه يعني احنا طبعا احنا بننادي بيه وبنقول ان هو ما حققش القانون العداله الاجتماعيه. في نقطه برضو مهمه جدا عايز اوريها لحضرتك. طب اسمح لي معلش نضم نقط مع بعض ونستقبل تليفون. دكتور صفوت النحاس امين عام حزب الحركه الوطنيه ورئيس جهاز التنظيم والاداره السابق، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. انا استقلت من حزب الحركه الوطنيه قبل الانتخابات. فعلا؟ حاسين جدا لان المعلومه لا. دي مش موجوده. طيب دكتور صفوت، انت من مؤيدي القانون؟ لا يعني حضرتك انا شايف ان القانون 47 لسنه 78 بقاله 37 سنه ادخل عليه 19 تعديل. القانون ما بيحققش العداله دلوقتي، خلق احتقان شديد جدا 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 بين العاملين في المحليات وبين العاملين في الوزارات المركزيه، على الرغم من ان كلهم خاضعين لنفس القانون وبياخدوا نفس الاجر الاساسي ونفس الالوات الخاصه، لكن الدخول بتختلف جدا من جهة الأخرى نتيجة لتفاوت الحوافز. الحوافز بتتفاوت بين 200% ل2000% في بعض الجهات، فمفيش عدالة. التعديلات اللي أدخلت على القانون أفقدته النزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية في التعيينات. أدخل على القانون تعديل سمح بتعيين مؤقتين لمدة سنة، ثم تعديل اخر مد التعيينات مد خدمه المؤقتين سنوات اخرى، وتعديل ثالث ان المؤقت يتثبت. وجدنا ان بعض الناس ياخدوا ثانويه عامه ويتعينوا مؤقتين على الورق وبعدين بعد كده يدخلوا الجامعه ويحتفظوا ويقبضوا وهم في الجامعه ويحتفظوا بالوظيفه لما يدخلوا الجيش ويخرجوا من الجيش تتضمن لهم مدة الخدمة السابقة ويسبقوا زمايلهم اللي يتخرجوا ومش عارفين يشتغلوا وزمايلهم يبقوا جايبين تقديرات أكتر منهم. فيعني الوضع أصبح فيه لبس شديد جدا جدا. طب دكتور صفوت، ممكن أسأل حضرتك يعني من واقع منصبك السابق كرئيس جهاز التنظيم والإدارة، وزير شؤون قانونية الدكتور المستشار عفوا مجدي العجاتي قال انه رفض قانون الخدمه المدنيه هيكلف الدوله 17 مليار جنيه، هل الرقم ده يعني مش مبالغ فيه؟ وازاي نضمن ان التعديلات ما تكونش يعني او ما تكلفش الدوله الرقم الكبير ده اذا صح الرقم، وهو بالتاكيد يعني حاول يتحرى الدقه في كتابه الارقام دي؟ يعني تردد ان الدكتور اشرف العربي قال هذه المقوله، وتردد ان مستشار العجاتي قال هذه المقوله. سالت كل الحاضرين وسالت الدكتور اشرف وسالت الدكتور مجدي المستشار مجدي، ما حدش قال كده. حضرتك الغاء القانون الجديد كلف الدوله الميزانيه بتاعت الاجور زادت العام الحالي 16 مليار جنيه، كانت 200
وثلاثة بقت حوالي 219-220 يعني في فرق في الميزانية 17 مليار جنيه. القانون حضرتك هيحقق العدالة في التعيينات، في تحفظات عليه بشأن العلاوة الدورية. العلاوة الدورية بقت 5% على الأجر الوظيفي. ما احنا اتكلمنا فعلا في النقطة دي، الأجر الوظيفي، بس أنا عشان أنا ما شفتش الحلقة قبل كده، الأجر الوظيفي 15 ضعف الأجر الأساسي اللي قبل كده. أيوه فعلا. شكرا جدا دكتور صفوت النحاس رئيس جهاز تنظيم الإدارة السابق، ويعني أكد على كلام حضرتك كمان مهندس أحمد السجيني وقال أنه سأل الوزير، الوزير قال أنا ما قلتش كده. والإشاعات دي بتطلع منين؟ ده حقيقي، معلش. في حضرتك التليفونات للأسف بجد بنعتذر لكل المشاهدين عن عدم إمكانية استقبال تليفونات أكتر. طيب آخر تليفون. طيب هاني من الإسماعيلية، سريعا يا هاني، أهلا بيك. أيوة السلام عليكم. اتفضل. أهلا بيك. تمام، مساء على حضرتك وعلى ضيفك الكرام. شكرا، اتفضل. بقول لحضرتك يا فندم، دلوقتي انا راجل منتدب من محافظه سوهاج بقالي 15 سنه. من محافظه سوهاج الاسماعيليه هنا. فجيت اجدد الناد، كل سنه بعمل الجواب ان انا اتنقل من هناك نقل كامل، فما فيش حد بيوافق. فجيت اجدد الناد السنه دي، فقالوا لي القانون بيقول 4 سنين وترجع تاني للمحافظه الاصليه بتاعتك. فهل يعقل يا فندم دلوقتي انا حياتي كلها واستقراري واولادي وكل حياتي بقت في الاسماعيليه، هل معقولة هرجع تاني؟ ما هو ده بقى من البنود أكيد اللي هيتم تعديلها في القانون الجديد. أنا ما خدتش بالي أصلا هو بيتكلم يعني إن القانون بيلزمه إذا اشتغل انتدب في محافظة إن هو بعد 4 سنين يرجع للمحافظة بتاعته. لا انا ما غيرناش دلوقتي، ما اتكلمناش فيه، ما اتكلمناش فيه. والله انا اقول لحضرتك، انا اشوف ان ده من البنود الحميده مش السيئه، مش لانه في ناس بتنتدب بتقعد بال 20-30 سنه مندب هو على ذمه المصلحه اللي وجهت للندب ان هو بيفرق شمل الاسره. لكن زي ما بقول لحضرتك المساله محتاجه ايضاحات وتفسيرات اكثر حتى يطمئن المواطن ويفهمها. حقيقي يعني لب اللي احنا بنعمله ده هو ان احنا البنود هنفسرها اكثر واكثر. انا هدي لسيادتك مثال برضه يطمن الساده المواطنين. احنا النهارده الهدف لما الرئيس قال لك احنا 6 مليون وعايزين يبقوا مليون، ولما سيادتك تفضلتي وقلتي ان في وقف للتعيينات، ولما دكتور محمد حدد ان وقف مؤقت للتعيينات، هو في القانون 18 كان بيقول انه لمده غير محدوده يعني، او نفهم من ده ايه؟ نفهم من ده ان احنا لو طبقنا قانون اصلاحي النهارده كمان سنه عدد الموظفين هيقل، وبالتالي الموازنه موجوده الفلوس. لو افترضنا ان انا ثبتت رقم، فلما يقل عدد الموظفين سواء بالمعاش المبكر او بوقف التعيينات، فانا هيبقى عندي فائض في الفلوس. تمام، هذا الفائض انا ما بدورش بمنتهى الامانه ل 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه الموظف. واحنا عارفين ان ده مش يعني مش ده اللي هيكفي الموظف. احنا بنتكلم في رؤيه واقعيه جاده لمواجهه ان الاجر يكون مقابل اولا المجهود، ثانيا الصلاحيه اللي انت مديها للموظف. ما ينفعش رئيس اداره هندسيه في حي انت بتدي له 3-4 آلاف جنيه وهو بيشرف على عمارات بمئات الملايين من الجنيهات، وبيتعامل مع مستثمرين بمئات الملايين من الجنيهات، هو اسمه كبير جدا وصلاحياته كبيره جدا، لكن بياخد رقم ضعيف جدا. فدي دعوه للفساد. احنا عايزين الارقام تكون مقابل الصلاحيات التي تعطى للموظف. دي نقطة مهمة جدا ومتناسبة مع التضخم بتاع طبعا. لا بص هقول لسيادتك، هو دي نقطة تانية، موضوع ال 5% وال 10% انا شخصيا مش مؤمن بيه اصلا. خلي بالك ال 5% هو كان الاول برضو من الحاجات الطيبة اللي محتاجة كانت تفسير لهذا القانون. القانون القديم كان نسبة المتغير للثابت حوالي 18% ثابت والباقي متغير. النهارده هو راح طالع بفكرة او بمسمى الاجر الوظيفي. الأجر الوظيفي النهارده يمثل 80%. الناس محتاجة إنها نشرح لها الكلام ده، وإذا كان في مصطلح أو إجراء
في لبس نعيد الصياغه. طب امتى هتبدا جلسات الاستماع للمقترحات؟ احنا ابتدينا شغالين اهو. محمد متقدم 17 مقدم 17 بند انا مقدم 9 وهكذا. في ماده مهمه جدا بعد اذن حضراتكم، الماده بس رقم دي جلسات الاستماع يعني الخاصه بالوفد. بالوفد لا انا اقصد امتى هتبدا جلسات الاستماع اللي هي العامه داخل المجلس اللي هتضم مقترحات الاحزاب والمستقلين وكل اللي تقدمها. انا بعد ما نوصل لصياغه نهائيه بقى وتعتمد على النضج السياسي للجميع. اه طبعا احزاب مستقلين حكومه. القانون ده التحدي الوحيد من وجهه نظري فيه هو الوقت، والوقت يجعل الجميع يخرج هذا القانون بالتوافق. يعني انا مش في مجال ان انا الحكومه تقوم معدله فيشعر البرلمان ان الحكومه لم تاتي بجديد وانما هو مجرد تغييرات شكليه فيرفض القانون مرة أخرى. لا احنا مش عايزين نضيع وقت، احنا عايزين احنا نجهز شغلنا، زملائنا يجهزوا شغلهم، نقعد كبرلمان نقدم رؤية تقريبا متفق عليها في القاعات المغلقة قبل الجلسة العامة ويمكن قبل أن تحال إلى اللجنة. وعايزين نسمع الحكومة برضو، يعني احنا بنفحص الأمور بس لازم نسمع الحكومة. طب هل التعديلات دي اللي هيتم التوافق عليها هيتم إرسالها للحكومة عن طريق المستشار العجاتي باعتبار أن الحكومة هتقعد يعني هتاخد التعديلات للقانون؟ أنا رأيي أن يتم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة ما بين البرلمان والحكومة ويتحدد لها إطار زمني للتوافق. أنا عايز أخش الجلسة العامة ويبقى فيه إلى حد ما توافق على 80-90% من بنود هذا القانون. طيب أستاذ محمد خليفة، زيادة السنوية في القانون اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شوية واللي اتصلت برضو المتصلة اتكلمت عنها 5%، ده اكيد لا يتفق مع حجم التضخم لان حضرتك يعني ذكرت كلمه التضخم. المصير الاحرار اقترح 7%، احنا بنقترح 15. هو القطاع الخاص 7%، قانون القطاع الخاص 7%. 7%. ليه ما نمشيش زي القطاع الخاص؟ يعني ليه بنزود كمان على القطاع الخاص؟ حضرتك القطاع الخاص ده غالبا بيبقى مرتباتهم بتبقى عاليه. غالبا بيبقى مرتباتهم عاليه وبيبقى لهم مكافآت ثانيه مختلفه عن الحكومه. انا بس النقطه اللي انا الماده اللي انا عايز اتكلم فيها مهمه جدا عشان احنا بنتكلم في الفلوس وبنقول نقلم الفلوس. طب انت حضرتك دلوقتي بيقول نقلم الفلوس، طب احنا عندنا الماده رقم 18 في القانون اللي هو الحالي بيتكلم على التخصصات النادره او ذوي الخبرات. بيتكلم ان هو يتقاضون مرتب 42000 جنيه تمام لحد الاقصى. ده لحد الاقصى تمام ولا يتعدى لا يتعدى ال 5000 جنيه. تمام. دلوقتي حضرتك دلوقتي ايه المانع ان احنا من وجه الاصلاح بقى لان الحاجات دي بتفتح باب كبير قوي للمستشارين برضو. تمام. لا إيه المانع الحد الاقصى المعمول بيه؟ تمام ما اختلفناش. ماشي، ما ممكن يديله الحد الاقصى يقول لك ده خبره نادره. تمام. ايه المانع ان احنا نستعين بالجامعات والكليات والمراكز البحثيه؟ يعني بيبقى في حاله نادره محتاجها او محتاج دراستها اوديها للجامعه. هي ده من المقترحات وتاخد الاجر بتاع محمد قالها وانا ايده فيها. تمام. انه يعني ما يبقاش في مستشارين. ما ده بيفتح باب للمستشارين حضرتك. لا مش ده بيفتح باب للمستشارين. طب ممكن نشوف برضو يعني هو دكتور محمد صراحه في جلسه الاستماع وانا استحسنتها جدا لانها هتعلي من مفهوم اساتذتنا في الجامعات. انت عارفه وايضا في عدد من الكليات لها وحدات ذات طابع خاص. فالوحدات ذات طابع خاص بتعاني احيانا من ندره الشغل يعني. فلما انت النهارده تستعين بيهم يبقى احنا النهارده بندي لهم القدر الذي يليق بيهم. ونحن نقول ان احنا بناخد كل شيء بقى بمنهج علمي. بمنهج علمي ولكن برضو نقول ايه وجواز يعني ما اقفلش لان في فعلا خبره ممكن ما تلاقيهاش جوه الجامعات المصريه. فهتعمل يعني هتضطر تجيب خبير في بعض البنود يعني. ادي لسيادتك مثال الانفاق المكنه اللي احنا بنحاول نجيبها ان احنا ننفذ ذاتي الانفاق اللي تحت قناه السويس. ده عمل بالنسبه لنا جديد كمصريين، اكيد هتحتاج الى بعض الخبراء الاجانب. لا وامثله كتير يعني لما نتكلم عن الطاقه البديله والطاقه الشمسيه احنا ممكن نستعين بخبراء يعني مصريين برضه من الخارج. ده اللي عملناه طبعا. ممكن الخبره بره. لكن الفكره فكره طيبه. طيب. وتعلي من ترجعنا تاني ان احنا ندي للجامعات الثقة اللازمة. طيب ممكن أخد من حضرتك دكتور محمد خليفة كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة إن احنا إن شاء الله يعني كل الدراسات وكل الكلام اللي احنا بنعمله دوت علشان إن احنا نوصل لقانون يحقق توافق مجتمعي وجماهيري ويحقق عدالة اجتماعية
وفي نفس الوقت يرضي الحالة المعيشية اللي هي اللي موجودة عندنا. طبعا. فاحنا وبعيدا وبعيدا عن المجامله وعن مفيش مجاملات يا فندم مفيش مجاملات. طيب كلمه اخيره مهندس يعني احمد السجي. انا بدعو الحكومه وبدعو زملائنا في المجلس لاهميه التكاتف لاصدار هذا القانون بالشكل التوافقي الذي يليق ببرلمان جديد منتخب وبايضا حكومه سعت للاصلاح واعتقد ان هذا سيتم ان شاء الله في القريب يعني العاجل جدا إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا مهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ودكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد. شكرا جزيلا ومجهودات موفقة بإذن الله. وإلى لقاء مشاهدينا.